خلينا نتابع عن وياكم مقدم آلاء ماذا عدت لنا وعن أي علامة تكلمت هذا اليوم وياي. مساء الخير والعافية عليكم مشاهدي قناة العراقية ومتابعي برنامجنا برنامج وقفة مرورية. اليوم تقريرنا يتكلم عن علامة تخص استخدام المنبه أو ما يطلق عليه باللغة العامية الهورن. نعرف أنه أغلب سائقي المركبات بالحقيقة نشوفهم يستخدمون المنبه لكن بصورة غير مبررة، وهذا أكيد يسبب إزعاج وإرباك إلى سائقي المركبات الأخرى. اليوم سؤالنا راح أوجهه لسائقي المركبات ونسمع أجوبته. غير طبيعي يعني خاصة أهل التاكسي طوط طوط يعني ما حلو يعني واحد هو طريقته يمشي بيه بعدل وهاي هي يعني ما يحتاج بعد المفروض للتنبيه للتنبيه يعني إذا لا بس طوط. نصيحتك لا سائقي المركبات اللي يستخدمون الهورن أو المنبه بصورة غير مبررة ما يحتاج تستخدمه إلا بالأوقات الضرورية، وهذا يعني ما يعكس أخلاقية البشر بصراحة. يعني نحن لازم نكون أخلاقنا حلوة بحيث ما نطوط لأي واحد يعني إلا في شيء خطأ. شغلة مزعجة يعني حال مزعجة، يعني أنا إنساني من الناس عندي قلب وعندي سكر وعندي ضغط، من أسمع هورن قوي لك العافية الله يعافيك عمو، من أسمع هورن قوي يعني جائز أرد بكلام ما حلو بيجي مسبة لأهله، هاي ليش هاي هذا تزام حلو. نصيحتك يعني اذا هو يقبل بالزحام نص ساعه ما يدق هورن. نعم. اذا باقي رمشة عين وخبصت بالهورن هاي ليش هاي هاي مو حلو. نصيحتك لهم شنو؟ نصيحه ان تركون الهورن والتزمون بالنظام وماكو احلى من النظام. الهورن مزعج بصراحه حيل مزعج، يعني انا لو مثلا واحد ورايا ويدق لي هورن حيل اتضايق. يعني هسه انا صايغ تاكسي ما استخدم الهورن الا للضروره. اكيد اكيد اي المفروض ما يدق هورن. نعم. يعني الهورن خلوه الشغله مهمه. شنو هي الشغلات المهمه؟ المهمه كمثال نقول في الطفل في عبار او في شيء ما يدري النبهه احنا. نعم. زين؟ نعم. اي هي هاي زين؟ هذا للضروره يعني الهورن. ما هذه العلامه المروريه؟ والله صراحه فتشي مضوه يعني؟ يعني عمو الضوئي يعني؟ لا هي العلامة بصورة يعني هي ممنوع عاشت ايدك هسه ممنوع متفقين العلامة ممنوع صحيح. شنو رأيك باللي يستخدمون الهورن بصورة بدون مبرر؟ يعني لا مو صحيح طبعا اكيد لان يسبب ازعاج وتوتر والشارع كله يصير نوع بضوضاء صحيح فمو صحيح، بس هو اذا مرات ظرف استثنائي يستدعي واحد لازم يستخدمه. احنا هذا الموضوع جدا مهم، ليش؟ لانه قيادة المركبة فن ذوق اخلاق، المفروض من سائقي المركبات عدم استخدام المنبه الا بالحالات الضرورية، مثلا شخص غير مساره يعني احنا بالعامية نقول كسر عليك، اكو شخص دا يعبر بالاشارة الضوئية ما منتبه السائق اللي امامك ممكن تنبهه، اكو هواي حالات تستدعي استخدامك للمنبه، لكن للأسف الشديد نشوف بعض سائقي المركبات يستخدموه بصورة غير مبررة وهذا يسبب إزعاج وإرباك إلى سائقي المركبات. بالإضافة إلى معلومة جدا مهمة، وطبعا هذه المعلومة من خلال تواجدنا الميداني بالشارع، نشوف أثناء توقف رجل المرور وفتحه لمسار معين وترك مسار آخر، نشوف انزعاج من سائقي المركبات واستخدامهم للمنبه بصورة دائمة، السبب انه ينبهون يعني نقول ينبهون رجل المرور بالمدة. اخوان علامة او اسبقية اشارة رجل المرور مقدمة على باقي الاسبقيات، فاحنا نتمنى منك التعاون، لان هو في حال ترك مسار عن مسار آخر وما سحبه لأنه يعرف أنه هناك زخم في مكان معين. طبعا أنا أتمنى لكم كل الصحة والسلامة وانتقالتي إلى الاستوديو إلى سيادة اللواء.